اسمعيني، أنا حكيت مع دكاترة بالمدينة وكانوا عم بيقولوا يمكن ساجون تستعيد نظرها إذا تعالجت، بس لازم نروح نفرجيهم حالتها وبتمنى يتحسن وضعها وتصير تشوف مرة تانية. يلا نروح، ما رح يصير أي شيء سيء. تعالوا يلا تعالوا جهزوا الأمور. كيف عم تقول إنه ما عاد بدك تتزوجها؟ جهزوا المراسم بسرعة. شوفي ليش جايب هدول الشباب معك؟ شو عم يصير؟ ليش سانجيب بهي الحالة هلا؟ لأنه ضحك علينا وكان رح يهرب. هو بلا أخلاق، بس صار هيك مع ساجون بطل يتزوجها. يعني هي صارت مسؤولية كبيرة كتير عليه. عم يقول المرة هي اللي لازم تشتغل بالبيت وتعمل كل واجباتها، وهلا أختي عبء عليه. بس أختي ما نعبء أحدا. نيتن شو عم تعمل هلا؟ هذا الشاب ما عاد بده يتزوج ساجون. شو مفكر إذا زوجتهم بالغصب رح يوقف معها بعد الزواج؟ أه؟ مرت أخي معها حق بكلامها، ما بتقدر تبني الروابط بين الناس بالقوة والتهديد. إذا الشاب تراجع ما فيك تجبره، هو ما رح يسعد ساجون بالمستقبل. واو، هلأ بعد ما بطلت تشوف صرت تخاف عليها؟ أنت شو شايفنا قدامك؟ كلها سنين وانت عم تكذب عليها وتوعدها وعود فاضية، وهلأ خلفت بوعودك. انت اللي تركتها، وين كنت لما كانت عم تبكي لحالها؟ مو انت قلت انه هي لازم تكمل حياتها؟ اسمعني، فيك تقول يلي بدك يا، بس انا ما بسمح لك انك تخرب حياة اختك بهي الطريقة وقدام عيوني. شوفوا شو عم يحكي، هو عم يعطينا محاضر عن الاخلاق. اختي هلأ بهي الحالة السيئة بسببك انت. حركوا، جهزوا المراسم. حطي هاد حطون هون. بعد جاهزة. تعالي عمل هادي، حط هاي يا حكيم. يلا بلش. Ugh.